ورجعنا لكم مشاهدينا وموضوعاتنا على الهواء لسه مع انتصارات اكتوبر. كل عام وانتم بخير، لسه الاحتفالات مستمره، ويمكن الشهر ده بيكون فيه بهجه مختلفه شويه مع انتصارات اكتوبر وكل ما يذاع على شاشات التلفزيون المصري. لما بيكون في احتفالات بيكون في مواهب كتيره جدا بتقدم ما يختص بهذا الاحتفال، فخلونا نتعرف دلوقتي على اتنين من المواهب الجميله معانا. رويده جمال عبد الستار عندها موهبه غناء، اهلا بيكي معانا رويده، منورانا. اهلا بحضرتك. ومعانا منة الله علاء الدين القاء شعر، اهلا بيكي معانا. اهلا بحضرتك. طيب بس اتعرف عليكم في البدايه، انتوا وهوايتكم دي بتقدموها من خلال ايه؟ من انا طالبه في كليه تربيه قسم تمام. طفوله، تمام. بقدمها يعني انا بداتها من بدري من الاعدادي كده، وطبعا كانت ماما اللي كانت بتشجعني على على فكرة ان على انت فكره تكملي في الالقاء. الالقاء وكده، القاء بس ولا القاء وكتابة شعر؟ لا القاء، هو كان ليا حاجات بس بدري وما كملتش فيه يعني في الكتابة. خسارة يا روي، خسارة يا منة، سوري يعني بجد. اصلي يعني لما بتكتبي انت اشعارك بايدك بتبقى اروع، بيبقى احساس. ايوه، ما انا عشان ما كملتش في الموضوع عشان ما يعطلنيش عن الدراسه وكده، فما كملتش فيه يعني. ربنا معاكي دايما. طب رويده طالبه في كليه ايه؟ كليه اداب انجلش وكده، وموهبتي من ابتدائي يعني بتغني. بتغني انجلش ولا عربي؟ انجلش وعربي وتركي. وتركي؟ طب ده هايل جدا، بس احنا النهارده للاسف مش هنسمع التركي ولا الانجليش، هنسمع العربي. طيب هبدا بيكي رويده، عايزين نقدم اغنيه طبعا بمناسبه انتصارات اكتوبر، وبعد كده هروح لمنى نسمع قصيده شعر منها. تمام. هغني اغنيه يا حبيبتي يا مصر. تمام، اتفضلي. يا بلادي يا احلى البلاد، يا بلادي فداكي انا والولاد، يا بلادي بلادي يا بلادي بلادي بلادي، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، ما شافش الامل فعيون الولاد وصبايا البلد، ولا شاف العمل سهران في البلاد ولا عزم اتولد، ولا شاف النيل في حضان الشجر، ولا سمع مواويل في ليالي القمر، أصله معدش على مصر، أصله معدش على مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، ما شافش الرجال السمر الشداد فوق كل المحن، ولا شاف العينات في عيون الولاد ولا عزم اتولد، ولا شاف اصرار في عيون البشر بيقول احرار ولازم ننتصر، اصله معدش على مصر، اصله معدش على مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر. جميل جدا يا روايد. انت خايفه شويه؟ اه باين جدا في صوتك، لان صوتك حلو بس في رعشه كده عشان انت خايفه. لا مش عايزينك تخافي. معلش يا روايده، يعني احنا كلنا واحنا صغيرين كنا حاسين قوي بموضوع الوطن، واحنا بنحيي العالم وكنا بنحب نشترك في الحاجات الاحتفالات الوطنيه دي. الشباب دلوقتي اختلف شويه، ابتدينا عندنا انترنت، حاجات كتيره بتغني، ده حتى حاسه بالاحاسيس، حاسه بفكره الوطن، فكره ان مصر دي ارض غاليه فعلا علينا كلنا. وصل لكم المشاعر دي؟ وصل لنا جدا. وصل لك، ربنا معاك. نسمع منك بقى منا يعني اول قصيده هتلقيها لينا، ولو حابه تقولي الشاعر صاحب القصيده
اتفضل. تمام. قصيدة حملناك يا مصر للشاعر فاروق الجويدة. جميل. حملناك يا مصر بين الحنايا وبين الربوع وبين الضلوع. اتفضلي براحتك خالص، عادي وارد ان احنا ننسى او نغلط. انا مش عايزاكم انتوا قلقانين طبعا، التوتر التوتر طبعا. انا عارفه اول مره تبقوا معايا على الهوا، بس ان شاء الله مش هتكون اخر مره. انا مستمتعه. اتفضلي. حملناك يا مصر بين الحنايا وبين الضلوع وفوق الجبين، عشقناك صدرا رعانا بدفء وان طال فينا زمان الحنين. سيبقى نشيدك رغم الجراح يضيء الطريق على الحائرين، سيبقى عبيرك بيت الغريب وحلم الحزين وسيف الضعيف، سيبقى شبابك رغم الليالي ضياء يشع على العالمين. فهيا اخلعي، فهيا اخلعي عنك ثوب الهموم، غدا سوف يأتي بما تحلمين، غدا سوف يأتي بما تحلمين. رائع جدا يا منى، بس ما يعني حاولي برضو ما تقلقيش. انا متوتره شويه عشان يعني اول مره، بس بصراحه رائع جدا. وانا واثقه طبعا احنا يعني احنا دايما المواهب اللي بتبقى معانا برضو فكره ان هم يبقوا قاعدين غير لما يبقوا واقفين وعلى المسرح. والارتجال بيكون رائع وجميل جدا. انا عارفه فكره القعده دي مش نفس الوقفه، الوقفه بتخلي الواحد روح الحركه شويه. بس رائع جدا يعني. واختيارك لفاروق جويده بصراحه اختيار رائع جدا. بتحبيه؟ بتقري له؟ بتقري له كتير؟ يعني متذكره مثلا بتقري اشعاره او هو؟ انا مش متذكره اسامي قصايد حاليا، بس انا يعني بقرا له جدا هو كتير. وللشاعر احمد شوقي طبعا، ويعني كذا شاعر من الشعراء الكبار جدا. على فكره ميول البنات مش بتميل للشعر كتير قوي. لما بلاقي بنت بتحب الالقاء وبتحب الكتابه كمان، بحس ان هي مرهفه الحس جدا، لان كلنا ممكن نقرا نميل لقراءه القصص، نميل لقراءه الكتب، لكن الاشعار لا. ده اللي بيحب اللغه العربيه، اللي بيحب الالقاء، بيبقى ميول كده مختلفه شويه. ايوه شويه فعلا. ان شاء الله هنسمع قصيده تاني، بس برضو حابين نسمع من رويدة. سوري، عايزة اسمع منك اغنية تاني. بس خلاص بقى، اول مرة خلاص خفت، دلوقتي مش خايفين ان شاء الله. هتغني لنا ايه يا رويدة؟ سلام على من يجوب السماء الشهداء صالح. رائعة جميلة، تفضلي. سلام سلام سلام.
جدا المره دي بجد، رائعه جدا جدا يا رويده، شكرا لحضرتك. صوتك رائع جدا واختيارك للاغنيات قوي جدا. من هتقولي لنا بقى المره دي قصيده مين؟ قصيده عاميه للشاعر هشام جخ. جميل، ده انت واضح ان انت يعني بتنتقي الشخصيات الرائعه، هايل. خليكي ابدا. اتفضلي حبيبي. عبروا الرجال القنال والنصر مش ساهل، والدم على الرمل سال والغالية تستاهل. عبروا الرجال صايمين حالفين يمين النصر، وحياة صلاح الدين لنصلي فيك العصر. أما اليهود مجانين ملقوش مكان غير مصر، اتظبطوا ظبطة تمام والعلقة كانت موت، وهو طلعوا بس كلام واخدينها قال بالصوت. وكل يوم حالة وجوالة وجوالة، إعلام وكذب وزيف، لما انتوا رجالة بنيتوا ليه برليف. جميل جدا. طيب ده أنا شايفة أن أنت على فكرة ممكن تكتبي حاجات بالعامية، ولا صعب العامية بالنسبة لك؟ أنا يعني بكتب أكتر، لما كنت بكتب بالفصحى، يعني بالفصحى. الكتابة بالنسبة لي بالفصحى أسهل. بس يعني الفكرة أن أنا كنت متوترة شوية في القصيدة الأولانية، أول مرة أتكلم وكده. بس طبعا يعني استاذ هشام الجخ اكتر الشخصيات اللي انا بحبها. تحسي ان انت بتتكلمي ببساطه بسلاسه. طب هو في باقي القصيده ممكن نسمعها؟ هي القصيده كده كامله. تمام، هايل جدا. يعني يمكن ما سمعتهاش منه مباشره، بس انا سمعتها منك. نفسكم بقى يعني لما تتخرجوا هتكملوا في نفس الموهبه، ولا الشغل اللي يبقى هو الموهبه، ولا ايه؟ لا، الموهبه يعني يكمل في الموهبة مع الدراسة طبعا ومع الشغل، بس الموهبة هتخليني ان انا يعني اوسع افقي وادراكي اكتر. يعني انت شايفة ان الموهبة ممكن تكون هي يعني كمان مهنتك اللي انت بتكملي بيها، صح؟ لان يعني انا اصلا ميولي ادبية، فهبقى حابة اني اكمل في الالقاء وفي كتابة الشعر طبعا. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وانت يا رويدة؟ لا، ممكن الموهبة بجانب الشغل برضو، الى جانب يعني الشغل. جانب الشغل الاساسي اللي هو انا بانجلش وكده، فممكن بجانبها كمسابقات وكده. بس ما مريتوش باي مسابقه انتوا من خلال الجامعه؟ مريتي؟ مرينا، بس مش في الجامعه، يعني في قصر الثقافه مره، و شباب كنت بطلع انشاد ديني برضو، او في اغاني عاديه وطنيه والكلام ده، وحفلات المدرسه طبعا. تمام، وانت كمان يا منى؟ انا طلعت مره في الجامعه، وطبعا في الاعداديه والثانويه يعني طلعت كتير من المسابقات. والمسابقه طبعا اكيد بتديكم تحفيز اكتر ان انتوا تكملوا. يا رب دايما مبسوطه، يعني ان انا شفتكم، يا رب دايما يبقى قدامكم كل الخير. المهم ان انتوا عارفين تخططوا طريقكم، ودي الاهم. لكن الموهبه طبعا ممكن تكون مهنه، وممكن تكون مجرد موهبه. أيوة. فانا سعيده بيكم النهارده، وبشكركم على وجودكم معانا. بشكر ضيفاتي منى طلاء علاء الدين، وبشكر رويدة جمال عبد الستار. شكرا ليكي، نورتونا النهارده. مشاهدينا لسه معاكم على الهواء، وزي ما بنحتفل بانتصارات اكتوبر يوم السبت القادم، يوم المولد النبوي الشريف، كل عام وانتم بخير. وطبعا هذا احتفال اخر بتمر به البلاد وكل الدول العربيه والاسلاميه، يا رب دايما يمر عليكم وانتم بالف خير. هنشوف هذا التقرير عن هذا الاحتفال الديني الكبير مع الزميله نجلاء بهي. يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل، أشرقت الدنيا بنور سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ميلاد رحمة للبشرية، ميلاد هدى وإخراج الناس من الظلمات إلى النور.